لو الحكاية فيها إن فيتو 14 قرش و4 منهم المواطن بيدفع 5 سنت ليقوم النظام بتحويل 14.9 قرش لحساب المخزن مباشرة، وتحويل قيمة الدقيق لحساب المطحن مباشرة. المخزن خلص اللي عنده اليوم، هيقدر يروح للمطحن ويتم استعادة ما تم بيعه وتوزيعه من الخبز معادل للدقيق. بمعنى صح ان المخزن ما بيدفعش هنا اي شيء بسبب انا بحاسبه على قدر الخبز، فبياخد حقه. وعمارة المخزن 1250 جنيه ووزعهم بناء على البضاعة، اذا يقدر يروح بهذا البيان وياخد شكارة ناشئة 100 كيلو بدل. مدينة الخبز معتمدة على أجر، مدينة الطحن معتمدة على أجر زائد قيمة الدقيق الذي تم توريده من هذه المنطقة. وبالتالي هنجد عندنا رقابة على حاجتين: جودة الأقمام، جودة الدقيق، جودة رغيف الخبز اللي طالع. ولا بينا نتكلم بقى في تسويق دقيق ولا تهريب دقيق ولا خلط قمح ولا تصفية مش مضبوطة ولا زيادة في أرصدة. الكلام ده اللي كان معتمد على مفهوم بضاعة أمانة يسقط من حد ذاته، لسبب مخبز باع 1250 مليم وهم يمثلوا 100 كيلو، هيبقى مسموح له يضغط من المطحن ايه؟ 100 كيلو. المطحن طلب ال 100 كيلو ودول بيطلعوا من 120 كيلو قمح